حجي احكي لنا شنو كان صنفك بالعسكريه؟ شايق مال طياره. يعني هم كنت تقصف بيها الناس؟ لا بس كنت اطلع على العصريات افرفر بيها. يعني الطياره مالك وين كان نمشي؟ تمشي بكل مكان، بري وبحري وجوي. الكابتن عنده الطياره، ليش ما تطلعنا فر بيها؟ مو الكابتن، طيارتي غير اوتوماتيك، وانا ما اعرف اسوق بس غير عادي. هجي اني هسه انت تكذب؟ طبعا لا، ادري عاشر جلا طرمبه شتريده ما كذب. الدينار هو الأقوى، فخلي يقتنع المواطن بهذه الحقيقة ولا يقتني الدولار. واضح كلامي؟ الدينار هو الأقوى. ها والله خوش حكي هذا، بعد راح تلت كل فلوس عراقي بالبيت. خلوف احنا رايحات. وين؟ هذا عبود ابن خالتهم اليوم عرسه وعازميننا. هي هاي هي روحه، بس لا تنسى تجيبين لي قطعة من الكيك. عمودي عندي خطة جهنمية راح تخلينا طول خلال يومين. الله يستر، وشنو هي خطتك الجهنمية؟ راح اقترض فلوس بالعراق من عبسكة فد 20 مليون، وبعد اسبوع ما ينزل الدولار راح ارجع فلوس عبسكة هم بالدولار والباقي كله بجيبي. ومنو قال لك الدولار راح ينزل؟ السوداني. هي السوداني شو معرفه بالموضوع؟ هي غير هو رئيس الوزراء وكذب ملبلبها للشغلة بخطها، وقال الدينار اقوى. انا سمعت بذاناتي هاي. هي وانت ما لقيت احد تقترض منه غير عبسكة؟ هي والله شو اسوي، ماكو واحد يثق بيه ويداين فلوس وانت اولهم. شوف ابو زيدان، انا راح ادانك فلوس بالعراقي وعادي ترجع لي بالدولار بفايده قليله، بس مهلتك اسبوع، يوم زايد ما اقبل. صار وتدلل يا معود، ويجوز اقل من اسبوع راح ارجع لك فلوسك بالدولار لان الدينار اقوى. شنو؟ لا ماكو شيء. ماما شوف ايش جبت لك. شنو هذا؟ محبس فضه يلوق ليدك. وانا ايش جبت لي ولك؟ كل شيء ما جبت لك ولك. هاي جزاتي يا عاقب نلعب. هي هسه هاي امي وجايب لها هديه، شنو نظارك بهذا جدي؟ غير تجيب لي لي اهم. وعليش يعني؟ هاي اذا انا ما مخلف ابوك وابوك ما مخلفك، منين كنت تجي انت؟ هي كانت امي تتزوج غير واحد ويخلفوني. هسه انت منين جبت فلوس الهديه؟ داخل بدوره مال تداول يم اكاديميه سمارت تريدينج، وربحت شويه فلوس وجبت هديه لامي. اي ما سجن وياك بالدوره جدو، كلها صفقات ومضاربه على العملات. يمكن ما راح ادبرها. ولك اذا واحد دثو مثلك دبرها، معناته انا هم راح ادبرها. سجن وياك ولا ضل تلوص. بس جدو عندهم مصطلحات بالانجليزي، انت شلون راح تفهمها؟ ولك اذا شغله بيها فلوس اقوم احكي لك صيني. هم سجن وياك وما عليك. اسمهم اكاديميه سمارت تريدينج، روح انت دور عليهم وسجل وياهم، ما علي انا. شهد الدولار ارتفاعا تاريخيا أمام الدينار العراقي بوصوله إلى 1680 دينار للدولار الواحد، وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات حكومية بخطط متقنة للسيطرة على هذا الارتفاع. والله هاي دقة دقيتها بيها يا رئيس الوزراء، هسه أنا شلون أوفي فلوس عبسكة؟ أبو زيدان شو ما جيتني وجبت فلوسي، شنو بس لا ناوي تغلت عليها؟ لا عبسكة حاشا لله، بس شوي صار عندي كورونا وسهال وهاج عند القولون وطق عند عرض. ايش خذي ولن، هاي كلاواتك ما تمشي امي. يلا روح جيب لفلوسي زائدا الفوائد بالدولار. عبسكة والله العظيم من كل قلب ارد اوفي دينك، بس ما عندي منين اجيب لك. وذاك خلف اليوم ما عندك وبنتك صايرة اشهر من نار على علم. بنتي مشهورة عبسكة، خاف انت متوهم وجاي على خلف ثاني، ويجوز متوهم واصلا ما تطلبني فلوس. ينجبوا هاك شوف. هاي مو بنتك؟ هي بنتي دي ترقص بعرس، شعليها هاي بسالفة الديم مالتي؟ لغير المشاهدات مالتها مطلب الملايين، معقولة واحد استغلالي مثلك ما مطلع فلوس من وراها؟ لا الله وكيلك اصلا ما اعرف بالسالفة هيك طاشة. هاي هي لعد، عندك يومين وبس حتى تسدد ديونك، وإلا راح أوجهك على القبلة وانت في شواربك شعرة شعرة، افتهمت؟ باب حمودي شفت هذا المقطع مالت بنت ابو زيدان؟ ايش بيها؟ دا ترقص. اي طفله دا ترقص بعرس، شنو الغريب بالموضوع؟ يا معود غير محصله ملايين المشاهدات، شنو ليش ما تعرف؟ طفله دا ترقص بعرس، شنو ليش العالم ما شايفين اطفال يرقصون بالاعراس؟ ايوان ايش مدريني، بس هو المقطع اشتهر وزلم مشور بدا يقلدوها على مود الطشه. ام خدود ايش قد بعده يجهز الغداء؟ بعد نص ساعه. هي بنت الحلقه ساعه سالتش قلتين نص ساعه، استعجل شويه. هاشن رقم غريب.
ألو عين أنت مدير الأعمال مال أم البنفسجي؟ لا غلطان بالرقم، يا مدير أعمال يا بنفسجي. هاي أم البنفسجي كانت ترقص بالعرس. إيه هاي بنتي. عندنا عرس ونريدها تجي ترقص يمنا، بيش تطلع؟ هيو لك بيش تطلع شنو؟ قول بيش تقدم خدماتها. إيه بيش ترقص لنا ساعتين. 250,000 زادة نجور المكياج. خلاص لعد فساعة نمر وناخذها. والله خوش باب رزق مفتحني. هذا رقم ثاني ديدو. الو الله يساعدك. هلا اني احنا عندنا عرسين، واحد لابن عمي باكر يعرس والثاني اخوي عاد جمعة تجي، ورايدين المحروسة بدك تجي ترقص لنا. اوكي جيب 500,000 حتى اثبت لكم الحجز. ما بيها مجال منا لا ابد. فهمني ابو زيدان ليش تريد نسترجع لك القسط الدراسي؟ اي هسه انا مو دفعت لكم ما شهر كامل. اي بلي هي البنيه راح ابطلها من المدرسه وهي داومت بس نص شهر، يعني رجعوا لي نص القسط. بس ليش تريد تبطلها من المدرسه اصلا؟ هي البنيه صار عندها بزبز وبعد ما تحتاج الدراسه. قلت لك قومي. ما اريد. ليش قومي اليوم ورانا عرسين لازم ترقصين بيها. ما اريد بعد ما ارقص. وليش ما ترقصين ولج؟ قبل كنت احب ارقص بالاعراس بس هسه ما صارت يوميه قمت ما احب. قومي بنيتي قومي، احنا ماخذين فلوس من العالم ما يصير. جيت هاسيات الضابط. أبو زيدان امشي ويانا. وين؟ للمركز. بنتك اشتكت عليك لأن دا تعنفها نفسيا. شلون معفنها نفسيا ما افتهمت. يعني دا تستغلها وتخليها تسوي شيء ما تحبه مثل الرقص بالأعراس. إذا على هاي خلاص بعد ما راح أخليها ترقص. أشوف بعد من راح يرقص لكم بأعراسكم. لا تشيل هم، أنا وعميت موجودين. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.